كلشي بخير. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا لا فيديو، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في صفه كسيطه. المهم اليوم هاد بركه بهاد بوشكاكه هذا غادي نتهلاو فيه، نديروا ليه ديما في وجهكم، نقدوا ليه شويه الحاله، غنتهلاو ليه في اليدات وفي الرجيلات لما تشوفوهم على زينهم ونحسنوا ليه الشعر. خليكم معنا، تابعوا معنا المراحل. اول حاجه غادي نبدا بها هي انني غادي نحسن لي شعرو عاد ديك صعيبه بالظبط. I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving, I need loving. Me, myself, ain't enough. It's like being a dog to a crushing heart.
اللي بغيت الله في زمانه شنو قالوا لي زمانه ان شاء الله زمان يا سي طلي في زمانك نقيها اختي نقي ما عاودتيش لي مع هذا نقيه كنت انا وعادي في اسوق السلام ياك وقيله مشينا لاسواق السلام المهم اسواق السلام والعدس حنا كنا كنشريو العدس ديال الباكيات ولقاه زايدين فيه ما عرفتش ماشي هكا انا كاين واحد السيد هنا عندهم طاحونه عنده طاحونه صراحه كيبيع داكشي رخيص ولكن العدس زعما تنقول بلا ما تنقي حيت مازال حماص ويبقى زايد فيه زادو فيه ما عرفتش 5 درهم ولا ما عرفتش شحال ويقول لي تديري 18 درهم الكيلو دار فيه بحال هكا قالت لي نعم قال لي شوفي اختي ديال الطاحونه نقيها اختي نقيها اختي عرفتي راه بقيت كنضحك هو ب 9 درهم حيت اول مره انا شنو اللي ضحكتني اول مره كتقول يا اختي وين دابا انا فيا اختك فيا حناك فيا خالي مبارك مرت خالي مبارك هي اللي كنت بغات تهبط مرت خالي مبارك وي في كلشي في كلشي شنو هي كلشي نعم ماما انا راه كنجمع قبل ما تهبط سيليا صافي قلنا انت بغات الكشكا بغات الكاسكيطا بغات كلشي شحال انا ديك الكاسكيطا ورا عندك البنتي جوج كاسكيطات برافو تمشى على الصويعات تقولي خايفة وبيضي تهرس لا لبسة الطالون ايه لبسة الطالون 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 بغيت نلبس الطالون باش نبان طويلة وندخل لاصال باش نحيد الكلس ياك ياك يا سيليا بغيتي تدخلي لاصال باش تحيد نو نو مالك انت هذاك خصو يحيد من تما هذاك السلك اللي عارف اي جمعية تنحيد لي كل يوم تما طبت خاصك عيد تقلب باش تدخل الفران ايوا انتم كي جاكم الكوافور المهم يدي ورجلي ما نصيبهمش لي ترجعوا ان شاء الله دابا غادي نمشي نبدل الحوايج عاد نكملوا بعدا الوجه مازال ما كملناش باقي واحد الماسك شوم باقي واحد الماسك باقي لا كريم هيدغاتون ديال الوجه باقي ما كملناش ولكن نمشي دابا نلبس سيليا قران شوم ما خلاتناش سيليا ندوي اول حاجه بعدا غادي نمشي نلبس وعاد نجي بعد ما نشوف هذا الماسك هذا غندير واحد الماسك اخر ديال التبيض عاد ديك الساعة باغا نبيضك البياض البياض حيد احسن شوفوا الحسانة كي جاكم الحلاق كي جاكم الحلاق دور عادي نمشي ايش الشيء طري مقص فابور تسد علي الدياب فابور الحلاق غنخرجها منك نيوك يا خرجي هادو نخرجها منك ماشي جاي بلاصتك نخرجها منك من الدنيا وانت انت خلصت الحلاق واحد الزغبه من ودني هو يقول اي قال لي قلت اي مشيتي انت فانا انا معشوق انني ننتف هكا على خصك تش نتفني ما كانش عليك شي اي
غادي نشوفوا يدي كيفاش ولاو. انا يدي ثاني يدي حمرا. انا يدي مساكر مازال ما صايبتو ما والو صراحه. انا كنت الله في يدي داتي ورجلاتي مره في السيمانه على الاقل. وهذا ما كان بالنسبه للفيديو ديالنا. تهلاونا فراسكم وما تنساوش اذا كنتو جداد على القناه انكم تهبطوا لتحت وتفعلوا زر سبسكرايب او المشاركه باش تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وديروا الكل باش يوصلكم كل جديد بالنسبه للقناه. نهاركم مبارك احبابي. باي. نمشي نجمع الدربينه هذه ونغسل يدي مزيان ونرطبهم. سلامه.